السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم؟ صحيحتكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله يا ربي الفيديو ديال اليوم يلقاكم نتوما باحسن الاحوال. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غدوزو معايا النهير ديال الدخول المدرسي. فقنا جبت الحويجات ديال زياد، لبسنا ومشينا معاه اليوم كامل المدرسه هكا باش نعيشوا هاد الذكرى ديال اول نهار في السيتي. انت غنزيبوك لاكريس؟ ها انت غنزيبوك لاكريس؟ كيعجبو ويخرج. ودخلنا للدار. اي حتى ولبس جين ياك وقبيه يجي على الضحكات حتى هو وجد لا رونطري ياك. المهم فطير ديال ايوب، انا راني مازال بحوايجي. غادي نفطر هو الاول، لبسو بيجامتو وديك الساعات نديماريو النهير ديالنا انا وياكم. شنو خديت هنايا لايوب من البارا؟ ماشي شي حاجه، غير شي حويجات كانوا خاصينو. خديت ليه تيتين، كان عيافتي زنيت نقلب على فيليبس افنت، ما عرفتش علاش لي بارا ما كيجيبوهاش، واش حيت هنايا ما كياخدوهاش الناس، واش وعيت شحفت حيت ايوب صراحه كناخذ لي غير فيليبس افنت، لا في بيبرون لا في لي تيتين بحال هكا. دونك خديت ليه هاد الدودي هادي سي موا بلس، اهم حاجه انها بي بي اي فري. داكشي ديال البلاستيك ما فيهش خايب. ايوا صافي، كنت باغا ليه صراحه هذيك ديال فيليبس افنت كتشعل بالضو في الليل، مي والو حتى فيليبس افنت العاديه ما لقيتهاش. المهم خديت ليه هذه دايره 52 درهم، وخديت ليه فاينلي هذه، حيت انا ايوب من نهار تزاد عمرني ما درت ليه شي حاجه فيها البارفان، واخا تكون بارفان ديالها خفيف ما كنديرهاش ليه. علاش؟ حيت عاقلي كنت قلت لكم انه عنده لابو اي بيرسونسيبل، وكانت فيه ليكزيما في الحنيكات ديالو، مي دابا الحمد لله يعني داكشي عنده كان غير مشكل ديال نوغيسون، داك ان بيريودو كدوز. وبشيت خديت ليه هاد ميستيلا وانا تصدمت من الثمن. فراسكم هادي كنت كناخدها بكدا 30، شي 39 بحال هكاك على ما اظن، خديتها ب 59 عفاكم، هادي ب 59، هادي ولات ب 59 درهم. مي زوينه هكا فاش كتبغي تمشطي ليه شعيرو، ترشي شويه في المشيطه ودوزي ليه، دوزي ليه هكا فوق حويجاتو، ديري في ان بتي كوتون هكا دوزي ليه على العنيق ديالو، زوينه وما فيهاش دوك المواد الخايبين، وصافا فريشي فيها واحد الريحه خفيفه بزاف. صافي هادشي اللي خديت. عبادي عني فإني قريب الذين كفروا. صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ المهم انا يلاه غادي نهضر معاكم. كما شفتوا وصلنا زياد المدرسه، حتى كتبوا لي في لي كومونتير نتوما كي دازت عندكم لا رونتري لوليداتكم، واش مشاو فرحانين؟ انا زياد صراحه مشى فرحان من الدار، ولكن اين فوصل ليكول تخلطات ليه خلعه مع فرحه. المهم فرحان مثل ايوب فاق كما قلت لكم تخلطوا ليه المشاعر، ولكن صافي اين فوا دخل لا كلاس ديالو فرح، خصوصا ملي عرف غادي يجي مع واحد صاحبو اخر معاه العام فايت. ايوا بقيت انا وايوب في الدار. المهم كما شفتوا اول حاجه كنديرها في الدار هي كنحل الشراجم، حليت الشراجم ديال الدار تقريبا كامله هكا باش كتنفس الدار، باش كيدخل هواء جديد. صباح الخير، اشنو فين هو النعاس ديالك؟ فين هو؟ فين هو؟ فين هو؟ كما قلت لكم كيتبدل حتى الهواء ديال الدار. انا ايوب انا داب هبط الريد وطلع الريد، وخصوصا هذا ديال البيت. كنا فين وصلنا خويا ليكول ياك؟ امتى غتوصل ليكول ديالك انت؟ امتى؟ امتى؟ فين؟ امتى؟
المهم الامهات كتبوا لي الاحساس ديالكم اختي من بعد غيابي الطويل ديال المدرسه، خصوصا الوليدات، واش تقبل لكم المدرسه ملي رجعوا، كيفاش كان الاحساس ديالهم. انا كما قلت لكم زياد صراحه واخا هكا كان فرحان بالرجوع ديالو ديال المدرسه، غيكونوا توحشوا حتى هما. المهم مازال ما كطلع لهم دابا في الراس مازال، واش خيفي زعما معايا في الدار ياك كيدير بسلات الماما. يلا حطيتو على ما فطرت، حليت شراجين ديال الدار، فاق دغيا. المهم بنوتات، اليوم عندي واحد النهار مشارجي، حتى انا عندي الدخول المدرسي، حتى انا عندي الدخول. قبل ما كنعس كيفاش كان اورغانيزي نهاري مع الطريبيه وكلشي، راكم عارفين ما والله ما سهله. راه نتوما دابا فطرت فاق، يعني كنت معوله انه نفطر نجمع الدار نصيب الغدا نطيب خبيز ديالي عادي فاق، وما بعدا ندير داكشي في خاطري. دابا راه فاق، يعني راه شحال من حاجه ما غاديش نقدر نديرها. ديكو غادي نستعين بواحد الكرسي غادي نحطو معايا في الكوزينه باش نقدر انني نطيب غدي وتي وكلشي ياك. دونك قبل ما ننعس اش كندير؟ شوفوا كي كيدير فيا. اش بغيتيني؟ زبريتيني. قلت لكم قبل ما كننعس بالليل ولا في بلاصتي نيت كنشد التليفون. دابا راه ما كاينش عندي، كون كان عندي كون وريتكم شنو درت في تو ليست ديال اليوم. وكنصايب ان تو دو ليست، كل وحده فينا عندها ديك لابليكاسيون ديال نوت، كتبت فيها شنو خاصني ندير اليوم في لي طاش ديال الدار. وحدها كاينه واحد الدويره اي طاش درتها كنكليكي عليها وكدير ديك كوشي بحال هكا، باش هكا كنظم نهاري، كنكون بروديكتيف، كنحس براسي درت شي حاجه، وفي نفس الوقت ما كنبقاش مرونه في دماغي. اين فكات اورغانيزي كترتاحي في دماغك وكتسهلي عليك الحياه اليوميه. ايوا اخرتناها فين جلسنا اختي؟ جلسنا هنا، جلسنا معنا في الكوزينه. المهم هذا لافونتاج لي فيه، حيت بزاف ديال البنات سولوني عليه داك النهار. لافونتاج لي فيها البنات انه عنده دي فونتوز من التحت اللي كيلصقوا في الزليج، دونك دابا واخا نبغي نحركو ما يتحركش. هادشي باش زوين. هبيش 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 هبيش. نخليو ماما تشقى، نخليو ماما تشقى ياك. ايوا يا اختي ها كيفاش كيدوز نهاري. البنات اللي كيسولوني كيقول لي امال كيفاش كديري مع الوليدات، الطريبيه، الدار، المسؤوليات، الشغال، خدمتك؟ غنقول لك اختي راه ما كاينش شي عصا سحريه كديري لها ابركادابرا وكدوز لك النهار وهذاك نهائيا. راه والله ما صبرتي واحتسبتي داكشي الله سبحانه وتعالى، وعطيتي شويه ديال الخاطر وشويه ديال الصبر، وتنقصي من هنا وتزيدي من هنا. واهم حاجه كنوصيكم عليها دائما، خدي سويعه في النهار ديالك، على الاقل مينيموم سويعه. لحقاش هي فاش كتشارجاي؟ راه الا كنتي النهار وما طال وانت واقفه على رجل، ما بين الشقة، ما بين الوليدات، ما بين خدمتك، ما بين بغيت هادي صايبي ليا هادي عطيني هادي، وما عطيتيش لراسك نتيا وقيتها جلستي فيها شربتي قهيوتك ولا كويز العصير ولا درتي السكين كير ديالك ولا دخلتي درتي واحد الحمام ولا جلستي على اللغي في واحد القنت في الدار سديتي عليك واحد الباب وتصنتي لدماغك، ما يمكنش تلقاي راسك. يعني ضروري ديك المي تايم، وقت ديالي انا في النهار خصني ناخذو، خصني ناخذو. سواء تجلسي تفرجي ملي ينعسوا الوليدات، تجلسي انت وراجلك، ولا تجلسي راسك، ولا المهم كنوصيكم عليها، راه كدير الفرق كامل. داكشي علاش تهلاي في راسك لانه مهم بزاف. وكما كتشوفوا راني مع الشقه ويد مع ايوب، نغني معاه نهضر معاه، المهم كنحاول نلهيه لانه مؤخرا صراحه ما نكذبش عليكم وليت كنلقى صعوبه وليت كنعيا معاه بزاف. كيقول لك ما ديري حتى شي حاجه، جلسي حدايا بقاي تشوفي فيا والا غادي نبكي لك. هذه هي الحياه وهذه هي الامومه، ما سهلاش نهائيا، ولكن سبحان الله ربي كيعطينا الصبر وربي كيعطينا القوه وربي كيعطينا الخاطر باش نكونوا مع وليداتنا. وانا دائما كنقول يا ربي تقدرنا عليهم، حيت كيجيوني اسئله امال كيفاش كديري، كنشوفوا روتيناتك كتشقي في خاطرك، ما كنشوفكش انا كيمديرونجي ولا شي حاجه. راه ما كاين حتى شي حاجه اختي خارقه للعاده، راه هذه هي الحياه العاديه. غير وكان كنحاول اني نعطيكم بوزيتيف فايبس، كنعطيكم محتوى اللي زوين اللي تجي تفوجي فيه، ماشي تدخلي وتلقيني اختي زق الارض اجي لهنا دوز لي. فالمهم والله يقدرنا عليهم ويقدركم على وليداتكم يا ربي ويحفظهم لينا، هذا هو الاساس. اما راه والله الا دغيا كيكبروا تبارك الله وهادشي غيبقاو غير نتفكروا. المهم اختي قبلوا على اختكم، كنحاول لو ماكسيموم انني ندير مفجهدي باش نقدم لكم محتوى اللي
نقي وزويون غير قبلوا عليا وما تنسونيش اكيد 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 اختي لو وصلتي حتى لهناش كتسناي خلي لي واحد اللايك للتشجيع باش تشجعيني وتبيني لي ان هذا المحتوى كيعجبك ونزيد منه ان شاء الله. علاش لا، عندي بزاف من بارطاجي معكم، غير ما تنسونيش بلي لايك بلي كومونتير ديالكم لي كومونتير البنات، ولو تخليوا لي غير قليب غير ايموجي اي حاجه، لانهم كيعاونوا انه الفيديوهات كيوصلوا للناس الجداد. ومرحبا والف مرحبا بكاع الناس اللي نضافوا العائله، مرحبا بكم نورتوني، واكيد صحاباتي وخواتاتي اللي متابعيني بشحال هادو كيدعموني لهلا يخطيكم عليا. صافي كيما شفتوا غيبان لكم الفين وكنخض فيه بحال هكاك حيت كندير فيه الملحه كتعاون انه دوك الحشرات، عرفتوهم دوك الحشرات اللي كيطيروا ما كيترباوش في بحال هادشي. صافي غادي ندير الخبيز ديالي، نعجنو دقيق القمح الكامل اللي مع النخاله، الدقيق العادي، شويه ديال الفينو، شويه ديال السكر، شويه ديال المليحه والخميره، صافي غنعجنو غير بيديا. ايوب بطبيعه الحال داخل في الفواف. البنات اللي كيقول لي امل العجانه ديالك واش تنصحينا بها؟ شوفوا كتعجن من داك الشر، غيبان لكم انا غنعجن غير بيديا. لماذا؟ لانه الصداع ديالها لا يحتمل، فيها واحد الصداع صراحه ما زوينش، داك الشاش ما ننصحكمش بها. عرفتوا راه كتنفخ لكم الودنين، انا ديفو راه فاش كنكون هكا ما قدرتش نعجن كنطلقها وكنسد عليها الباب وكنمشي وكنخليها اختي تاعها كتسالي لا خطره خطره. فصافي غادي نعجن خبيجتي ونطيب غديوه وهانتوما معايا. تقولوا يا حبيباتي باش كتلهي وليداتكم معكم هكا في الكوزينه ملي كتبقاو غير نتوما وياهم الراس في الراس؟ انا كما شفتوا كنجلسوا حدايا كنهضر معاه نغني ليه، كيبغيو حتى هما صراحه الوناسه فحاولوا توليو تهضروا معاهم تجمعوا معاهم، واخا صعيب راه غايبان لكم انه يد معاه ويد في البوطه ويد مع الكوزينه ويد مع الشقه، ولكن اش غديري هادشي اللي كاين هاد الساعه، خاصنا نجي غير ونكونوا مع هاد الوضعيه هادي نقدروا اننا نتاقلموا معاها. عندي صراحه لا شيز اوت غادي نحاول نجيبها احسن، بعدا هي امه بعدا فيها السميطه كتكوني مهنيه، حيت دابا واخا جبتو فوق هذيك وكتلصق وكلشي والله الا ما كنتش مهنيه غيبان لكم راه يدي لهيه وعيني معاه. فالمهم غادي نطيب اليوم طويجين هكا ديال الحيمه وخضيره وهانتوما معايا. ما عرفتش اختي واش غادي نلقى شي وحده بحالي ولا لا، المهم كتبوا لي نتوما في لي كومونتير واش حتى نتوما في الشقه ديالكم كتشقاو شويه بشويه، يعني ما كتجيوش كديروا كل شيء في دقه. باغ اكزومبل الكوزينه انا اللي لقيت انه عملي ومريحني ما كنجيش وكنجمعها كلها في دقه وكترون كلها في دقه، لا عندي كنقسمها على جوج، واحد الجهه اللي شتوني طيبت فيها الغداء هي اللي اول حاجه بعد دخلت مسحتها نقيتها جمعتها، والجهه الاخرى هي اللي كندير فيها المعنات المسخين اللي صايبت بهم الغداء. هكا باش كنسالي كنلقى راسي طيبت الغداء ولا الكوتي ولا العشاء كنلقى راسي غير النص ديال الكوزينه اللي مرون. فداكشي باش كيبان لكم دابا راني دزت ليه كنجمع المعنات اللي في لافيسير رديتهم بلاكارات كنعمرها عاوتاني بالمعنات اللي مسخين وهكذا، وحتى لي بيس ديال الدار ان شاء الله تنشارك معكم ان تكنيك ديال جميع ديال الدار كيفاش كندير لها ما كتاخذش مني وقت وكنلقى راسي بروديكتيف. المهم اللي بحالي كتبي عليه في لي كومونتير. المهم كما قلت لكم قبلوا لي على روتيناتي، ايوب ها هو معايا في الفوا اوف مازال ما بغيناش. كما قلت لكم انا غايبان لكم واحد الغونجمون ديال داك التيغوار اللي كندير فيه معلقات فريشطات الماس كنبان ليا تكرفس، فجبت هذاك الغونجمون غسلته درت لي هاد البرودوي بانوا ليا فيه دي تراس بحال هكا مبغاوش يمشيو، نقيته وخليته حتى نشف ورديت ليه هكا المعلقات والفريشطات اللي كانوا فيه.
المهم بنات عشتوا معايا كلشي اليوم، شفتوا نهاري كيفاش كيدوز بروين نتوما مع ايوب. وقلت من الاحسن انه نولي نوضه كيف هي طلع الهضره بالعيا، نوض نوضه وحده الكوزينه يعني نوجد الغداء ونوجد الكوتي. مازال ما ساليتش غالي، مازال ما ساليت تروينتي، غادي نتسنى حتى يدير ايوب لاسيست حيت امبوسير اختي انني نكمل كلشي معاه هو فايق. هنايا غادي ندير الكريب وغنشارككم الوصفه ديالي اللي كتجي ناجحه وسهله. غادي نعبر بعدا الدقيق هنايا باش نحيدو عليا 250 غرام اللي غادي نحتاجو، نحيدها عليا. ترا كيبانو ليكم تما راهم طابو عرفتو جاو كيشهيو هانتوما جاو غزالين ما شاء الله، كلشي واجد الطويجين موجد. هنايا غادي نعطيكم الوصفه ديالي ديال لي كريب اللي كتجي غزاله وكتجي ناجحه. ثلاثه ديال البيضات، معلقه كبيره ديال الزبده، ذوبوها ولا خليوها كما انا خليتها بحال هكا ماشي مشكل. غادي نحتاجو واحد جوج معالق كبار ديال السكر، ساشي ديال السكر فانيلا، و 250 غرام ديال الدقيق. انا هادشي كامل غادي نديرو في الميكسر، كيبقى لكم نتوما الاختيار ولكن انا اختي كنسهل عليا الامور، غادي ندير اسهل ما كاين. غادي نجيب هنايا اول حاجه هي الحليب، بسم الله. غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب، نسيت ما قلت لكم شحال، نص لتر ديال الحليب. غادي ندير فيه البيضات، ولا عندكم صغار ديروا ربعه. غادي ندير هنايا معلقه كبيره ديال الزبده، سواء ذوبوها سواء تخليوها كما هي ما كاينش مشكل، غادي تطحن مع كلشي. وغادي نزيد هنايا جوج معالق كبار ديال السكر، وصاشي ديال الفانيلا، يعني كنديروا كلشي في دقه وكنطحنوا كلشي. صراحه كيجي ساهل والله الا كيجي غزال وناجح، اللي ما كيصدقش ليها الكريب جربي هادي وردي عليا. صافي دابا الدقيق غادي نزيدو حتى هو من الفوق، ما كنديروش الدقيق هو التحتاني باش ما يخسرش لينا الميكسور ديالنا. الحمد بسم الله، كوم هنايا الدقيق طلع من بغا شي هبط، جيبو غير شي سباتولا شي معلقه ولا اي حاجه وهبطو هكا هاد لي بو. صافي ايوا واخ، سمعوا زيد كيوصي على لي كريب حيت هو اللي طالب عليهم. صافي ها نتوما راه هو واجد، شفتوا كيفاش كيجي، كيجي ناجح وسهل. يا هنايا عندي المقله ديال الكريب، انا غنحاول نشعل عليها باش تسخن وصافي غادي نبدا نطيبها. واو كيفاش كيجي، كيجي رطب وناجح. صراحه كيجي غزال غزال غزال، غير جربوها البنات بهذه الطريقه وردوا عليا الخبر البنات اللي ما كينجحش معاهم. نوجد دابا هادو باش يديهم مع زياد ليكول، شفتوا راه كيجيو محمرين وكيجيو رطبين فريمون، كيجيو ناجح من غير جربوا هذه الوصفه، ان شاء الله غادي تعجبكم وغادي تصدق معاكم. هانتوما انا راني كنقول بوشي شويه، كندير لي غير شويه ديال النوتيلا حيت صراحه كثرت السكريات ما كاينلاش منها، هانتوما غير شي شويه صافي وكنسدها. صافي صافي دابا وحيده غادي ياكلها دابا حيت يلاه تغدى، وهاد الجويجات غادي يديهم مع هكا ليكول، كل مره نوعوا ليهم شي حويجه. هاد النهار شافوا لي الله، راه ما يمكنش المراطو اللي دوزت النهار مع الدراري، امبوسيبل امبوسيبل. وهاد الفوير قال لي الا شقيتي شي شقيه وما بكيتلكش فيها عاودي.
فيري فير في لي بيتي ليكم بالشبكه لي ديروا راسكم ما شفتوهاش ديروا راسكم ديروا عيد ميكا حيت كنتسنى الحوايج خصني نصبنهم ما تسمعوا اصلا. المهم نقصت الصوت ديال التلفاز هكا باش نهضر معاكم. كتشوف فيا بغيتي تبكي ناوي تبكي ان شاء الله ياك عرفتوا راه ما كاينش شي حاجه درتها هذا النهار وما بكاش فيها اي طاش شفتوني اليوم درتها بكا فيها عرفتوا كيبكي وخصني نجي. قال لي لا لا ما درتيش حاجه عافاك جلسي حدايا بقيت تشوفي فيا ونشوف فيك تشوفي فيا ونشوف فيك هكا باش ما نبكيش ليك. غير كنوض من حداه كيكون جالس حاطه ليه اللعاب حداه كلشي حداه غير كنوض من حداه صافي كيبدا كيبكي كيبكي كيبكي. المهم ما عندوش الخاطر نهائيا وخاطرو خاسر ما عرفتش مالو هذا النهار. لي طاش ما كملتهمش بيني وبينكم اللي قدرت عليه راني غادي نكملو ما قدرتش عليه غادي نخليه حتى الغدا. الله يعاوننا عليهم والله يقدرنا نكونوا معاهم يا ربي. سينو كتبوا لي كلشي في لي كومونتير ما تنساوش تكتبوا لي وليداتكم كيفاش دوزوا لا غونطري واش دوزوها مزيان. عام سعيد لكاع الوليدات الله يجعلو يا ربي عام ديال النجاح على وليداتنا كاملين يا ربي. غادي نخليكم تهلاو ليا فلوسكم ونتلاقى معكم فيديو ديال بعد غدا ان شاء الله. ما تنساونيش بلي لايك بلا ما نوصيكم. السلام عليكم باي باي.